صباح الخير، كيف حالكم؟ شوفوا انا وين يا جماعة. احنا سافرنا واحنا حاليا في عاصمة تايلند اللي هي بانكوك، وبما اننا في بانكوك طبعا انا سويت تحرياتي وابحاثي وقعدت ادور ولقيت عندهم اكبر سوق بسطات في العالم كله. تخيلوا انه عندهم في هذا السوق اكثر من 15,000 بسطة وسوق مختلف، فأنا مرة متحمسة طبعاً. يعني أنا عشق الأسواق، ومو بس كذا الأسواق اللي تكون كذا الأسواق البسيطة، مو السوق في المول، أحب الأسواق اللي تكون في الشارع كذا، تلاقوا في أعمال يدوية، تلاقوا عندهم ملابس، تلاقوا عندهم أكل، تلاقوا عندهم كل شيء. فقلت اليوم نروح هذا المشوار وأكيد أخذكم معايا ونعيش كذا اليوم مع بعض. لكن قبل ما نبدأ الفلوج هذا حابة أقول لكم إنه أنا متفاعلة جداً على سناب شات، فإذا حابين تضيفوني هناك وتشوفوا يومياتنا وستورياتنا وأشياء خلف الكواليس قاعدين نصور لكم كل يوم وكل لحظة هتلاقونا في سناب شات، فإذا حابين تضيفوني هناك حاطة لكم الحساب هنا وتحت في صندوق الوصف وأول تعليق مثبت. أوكي خليني أوريكم اللبس اللي جهزته. طبعاً قعدت أدور أبى ألبس شيء مرة بارد اليوم لأنه حيكون السوق مفتوح طبعاً، وكمان حيكون مره حار، فنسقت هذا اللبس. قولوا لي ايش رايكم، هذا البنطلون اشتريته من هنا مره بارد، وانا صراحه ما يهمني الكشخه، اهم شيء يهمني انه يكون شيء بارد لانه زي ما قلت لكم اليوم مره حار. طيب انا حاولت ارتب قد ما اقدر عشان لما البس واتجهز يكون مره اسهل علي ويكون كل شيء قدامي. فهنا حطيت اشياء الشعر، هنا حطيت الميك اب. على فكره بنات هذه الشنطه تكلمت عنها في السناب، وهذه كمان للسفر مرة حلوة، أي شيء مشتريات وكذا ألاقي منها فائدة دائما أحاول أتكلم عنها في سناب عشان كمان أنتوا تستفيدوا. هذه صراحة مرة عجبتني، تكون كذا للفرش، بما تحطوه في كاسة تكون محفوظة كذا وبنفس الوقت حافظة للفرش. وكمان هذه الشنطة المكياج برضو جبتها من أمازون، ما عليكم هي متوسخة الحين، بس كمان مرة مرة حلوة للسفر. وكمان هذا بنات واقي الشمس اللي دائما تسألوني عنه، هذا جدا ضروري تجيبوه في الدول اللي فيها شمس، SPF 70 زي ما شايفين من نتروجينا، مرة حلو ويعطي لمعة خيالية للبشرة، حوريكم اياها الحين بعد شوي. شوفوا لما إلي شافتني أرتب راحت رتبت أشياءها كمان، شوفوا كياتها. خليني أوريكم الأشياء اللي جبتها من سيفورا، أشياء ميني كيوت كنت أحتاجها صراحة ولقيتها أمس عندهم بالسايز الميني. أوكي خليني أوريكم أشياء اللي جبتها. طبعا هذا هو لا أتوقع معروف الكونتور من بنفيت، شوفوا كيف لونه، مرة لونه حلو، عجبني صراحة إنه ميني، يعني يمديني أخذه معاي في الشنطة. وكمان كنت جايبة بلاشر من بنفيت بس انكسر معايا، فأمس أخذت هذا البلاشر، كمان عجبني إنه حجمه ميني. واخذت هذا القلم من سيفورا، شوفوا مكتوب عليه 12 ساعة، يعني يدوم 12 ساعة، جربت لي على يدي مرة عجبني قد ايش كريمي وسهل في التوزيع. فأنا صراحة هذا القلم جبته عشان أرسم تحت العين، الحركة هذا الكوريين اللي يسووها مرة أحبها، أحس توسع العين تعطيه كذا الدولي إيفكت، مرة تعجبني. وكمان جبت هذا الظلال، شوفوا لونه كيف يموت، لون الظلال قد ايش بيجمنتد مرة مرة، بس من مسحة واحدة اللون يكون كذا مره مركز، شوفوا مره حبيت هذا. بنات اسمه رقم 1 تو ذا مون اند باك، اتوقع هذا اسمه، هذا اللي يجيكم كذا ظلال الميتاليك مره حلوه. طبعا امس لقيت محل يجنن، لقيت عندهم اشياء عطريه وزيوت وكذا، فجبت من عندهم 3 انواع زيوت عطريه ريحتها تموت يا بنات، مره مره حلوه. وجبت كمان من عندهم هذا الكريم، كريم لليدين ريحته كمان مره قويه وينعم. ولقيت عندهم هذا الشيء الغريب، هذا عباره عن بخاخ تبخوه في الغرفه في النهار وهذا في المساء، هذا المفروض يعطيكم كذا استرخاء، تبخوه على المفارج تبخوه في الغرفه يسوي لكم جو استرخاء وكذا. وكمان هذا العطر العشبي باللافندر، اول ما فتحت العلبه ريحته طلعت، هو مقفل متخيلين، وهذا ستيك للاسترخاء. طبعا هذا مو روج، هذا زيوت عطريه خالطينها مع بعض تساعد على الاسترخاء، يعني اذا عندك اطفال او حاسه كذا مودك تحس نفسك عصبيه وتحس نفسك انت بتسترخي، بس تجيبي هذا الزيت العطري، الله ريحته مره حلوه، وتحطوه هنا عند الحواجب نهايه الحاجب، حتى اذا كنتوا تلبسوا ماسك يمديكوا تحطوه جوا في الماسك عشان تستنشقوا الريحه هذه، مره ريحته حلوه ومفروض انه يساعدكم انكم تسترخوا كذا ويروق اعصابكم. فانا صراحه احب هذه الاشياء الزيوت العطريه وكذا، فلما شفته قلت لازم اخذه. اوكي بنات خلينا نجهز اول شيء، اول شيء اللي هو واقي الشمس ضروري تحطوه هنا لانه درجه الحراره توصل 40،
وأضرار الشمس على فكرة مرة قوية. شفت صورة لحرمة كانت تشتغل تقريبا 20 سنة تسوق شاحنة أو تسوق سيارة، فجهة من وجهها كانت تتعرض للشمس بشكل يومي من السيارة، يعني من الشباك تدخلها شمس وتضرب على جهة واحدة من وجهها، والجهة الثانية ما كانت تجيها الشمس. فتخيلوا قد إيش فرق لما كبرت، فرق وجهها، يعني نص صار مجعد والنص الثاني مجعد بس بشكل خفيف. يعني تخيلوا قد إيش الشمس مرة تعدم البشرة. أوكي بنات، جهزت ولبست زي ما تشايفين هذا المكياج واللوك النهائي. طبعا كمان لبست عدسات، هذه العدسات دائما تسألوني عنها، لونها مرة حلو وتكبر العين. هي ما لها لون، هي لونها مرة غامق بس الحلو فيها انها تكبر العين. اسمها تشاركل جراي من أمارة، دائما ألبسها بس مشكلتها انها شهرية مو سنوية. أوكي وهذا هو لوك اليوم. حبيت ألبس شيء مرة مريح لأنه حيكون فيه مشي كثير وشيء بنفس الوقت يكون بارد. فزي ما تشايفين هذا البنطلون، قفلت القميص بس حسيت اني راح اموت من الحر فعشان كذا خليته كذا مفتوح، ولبست تحت بادي لونه ابيض. اوكي التاكسي وصل. يلا بسم الله توكلنا على الله. اوكي يا جماعة وصلت، هذا هو اسم السوق. طبعا زي ما قلت لكم السوق هذا يفتح بس يومين في الاسبوع، السبت والاحد. يا جماعة انا راح ادخل اكبر سوق في العالم اللي فيه له 15,000 بسطة، متخيلين؟ يعني يبغالي مو يومين، يبغالي اسبوع عشان اخلص السوق هذا كله. اوه شوفوا المحل لقيته، فاكرين لما في بوكيت رحت المحل هذا ولما غيرت شكل البنت؟ جبنا من عندهم فساتين، مرة ملابسهم تجنن، بارد وقطني، يعني أكثر شيء يناسب أجواء تايلند الحارة. تضحك، قاعدة أقول له عندك فستان تقولي what can I feed you? What's the name of this? هكافونكا. What's the name of this? سكر. سكر؟ No. It's what do you say? سكر. No. It's skirt. سكيرت. يس. هذا الفستان يا بنات اللي جبته باللون الاسود البني، كثير سالتوني عنه من هذا المحل، بس المحل اللي جبته من بوكيت، بس هذه عندها لونين اللي هو الازرق والابيض. اوكي بنات اخترت هذا الفستان، حسيته مره حلو، لون الابيض وداخل عليه شويه اللون الازرق. ايلين 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 سحبتني عارفه. شوفوا الصوابير، يا سلام جنن. احلى شيء انهم حاطين السعر، شايفين كاتبين لكم 4 حبات ب 100 والوحده ب 25. شوفوا اخذت الصوابين وحطوا لي اياها بهذه التغليف عشان ما تنكسر، بس عيب هذا السوق في عيبين، اولهم انه ما يقبل البطاقه ابدا، يعني لازم تيجوا هنا وانت عندكم كاش، وثاني شيء يعطوكم كل شيء في اكياس صغيره فتقعدوا كذا كيس مع كيس، فالافضل انكم تجيبوا شنطه كبيره عشان بعدين لو تسوقتوا كذا تحطوا كل شيء جواتها. يا جماعه شوفوا جايلين كيف صار احمر من الحر. يا جماعة شوفوا حجم الكلب هذا، أكبر كلب أشوفه في حياتي، ما أدري حجمه يبين في الكاميرا أو لا بس واقع مرة كبير. يا جماعة إيلين ما شافت إنه هنا في أرانب وقطط. شافت إيلين لسه ولا تكلم، فاجأها هي شافت اكتشفت بنفسها. تعالي تعالي ادخل جوا لولي، تعالي ندخل جوا نشوف القطط والأرانب. يا جماعة شوفوا الأرنوب هذا قديش كيوت يا بابي. أبا مرة كيوت. طبعا إذا ما تشوف شيء كيوت لازم تبكي وتضحك مع بعض، إيش رأيك لولي؟ طبعا يا جماعة راح أحكيكم على الانهيار اللي صار لنا أنا ولين، انهرنا 100 مرة، كل ما نروح نشوف أرنب ننهار أنا وياها، وكل ما نروح نشوف أرنب تاني ننهار. يا الله ارانبهم جنن كيوت، مو الارانب العاديه اللي متعارف عليها، لا اللي تكون ودنها طايحه وانفها مفطوس. او ماي جاد جنن، شوفوا الكيانات، شوفوا الاذن كيف، شوفوا الفم يا اختي، وهذه نايمه. سو كيوت. شوفوا البابيز هدول والله يا جماعه بالكاميرا ترى ما يبين قديش كيوت كيوت. وي 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 يا جماعه انت شوفوا النتفه هذه الصغيره. بس صغيرة كيوت.
الام وعيالها. اوه ماي جاد، لا 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 ما اقدر اتحمل، انا والله ما اقدر اتحمل. شوفوا خلونا ندخل يا جماعة. شوفوا شوفوا الكيوت، اوه ماي جاد، شوفوا هذه وعيالها قاعدين. شوفوا هذه كأن القطط الكورية مدري اليابانية، شوفوا عيونها. قال انا بس عقب يدك. لولي تعبير كمان تقدر تلاقوها هنا. شوفوا تعبان كثير، تعبان كثير. السناء بايت نو بايت نو بايت. او ماي جاد، شعور غريب ومخيف بنفس الوقت. اوكي تيك تيك. واو جلدها فنان، حرام كيف يسووا منها شنط واشياء، والله حرام. شوفوا شوفوا هذه. اوي ارفعلين ارفعلين خلينا نشوف هذا الشيء يا جماعه. هذا اكبر كلب اشوف حياتي يا جماعه، هذا اسمه الاسكا، كبير يعني تخيلوا حجمه كانه حجم نمر من كثر ما هو كبير. يمكن ما بين بالكاميرا بس الواقع حتى الناس مجمعين عليه شوفوه من كثر ما هو كبير. اوه ماي جاد، يبين كذا لو الرجال قاعد بجنبه يمكن يبين حجمه قديش كبير. يبغوا ينزل ما يبغى يطلع. اوه ماي جاد، شوفوا يا جماعه هذا عياله. اوي شوفوا قديش عاد عمرهم شهر، متخيلين هم كبار من الحين يعني تخيلوا حجمه وش راح يكون. اوكي يا جماعه الحين شوفوا ورايا الحين قسم النباتات والزهور وهذه الاشياء، فالسوق مره كبير ومقسمينه عده اقسام. تلاقوا هنا قسم النباتات، قسم الحيوانات زي ما وريتكم، قسم اكسسوارات، قسم ملابس، قسم الاكل. يعني قلت لكم 15000 محل، فعشان كذا مره كبير حتلاقوا فيه كل شيء يخطر ببالكم. شوفوا عندهم المانجا المجففه والموز المجفف وكمان حتى الكاجو والفلفل. شوفوا الفواكه المجففه اللي عندهم، شايفين اشكال وانواع. اوه كوكونات يامي، واحلى شيء تبردوا فيه على قلبكم يا جماعه بعصير مانجا طازج وبارد. اتوقع الحين اني دخلت السوق اللي هو يكون مختلط، يعني يكون فيه كل شيء، اكل على ملابس على شنط وكذا، فحنروح نستكشف هذا السوق مع بعض. طبعا قررت اقعد شوي ارتاح لاني شوي تعبت، مشينا كثير فالسوق مره كبير. حاخذ لي بريك كذا دقيقتين ثلاث دقائق وبعدين حكمل المشي معاكم. شوفوا يا جماعه وانا ماشيه لقيت هذه الشنطه، حسيتها حلوه لايش؟ لا احط فيها الجوال لانه قاعده ماسكه جوال طول الوقت في يد. انا صراحه ما احب اخذ شنط معاي لانها تعيقني اني اخذ راحتي واصور وكذا، فاحب الشنط اللي تكون تتلبس. فلقيت هذه الشنطه مره ممتازه للجوال. لولي هتلاقوا هنا البناطيل هذه اللي عليها رسومات فيلة بكل مكان، وماشى على فكرة مرة بارد وحلو. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. الصوابين هذه كيف تجنن تفتح النفس. لقيت عشقي يا جماعة، شوفوا محل يبيع صحون وملاعق واشياء خشبية. شوفوا هذه الملعقة كيوت. قولي تبغي هذه؟ ايوه. والله يا جماعة ما شاء الله الملاعق جودتها مرة كويسة، تحسوا ان الجودة مرة متعوب عليها، والحلو انهم حاطين السعر. Without her I'm in the dark when I make my way I stumble and I fall I'm a عطوني الهدية كيوت. لقيت هذا المحل عبارة عن صدف في صدف في صدف، تخيلوا. شوفوا هذه كيف حلوة. Keep my distance from the crowd.
يا جماعة كانوا يقولوا لنا الصدف لما تحطوه على أذنكم كذا هتسمعوا صوت البحر. من جد تحس إنك تسمع صوت البحر. قالت لي الصدف كله اللي في المحل هذا موجود حقيقي وطبيعي 100%. متخيلين؟ واو، خاصة هذه اللي تكون فيها اللمعة تجنن مرة مرة حلوة. لا لا لا. يقولوا لي سواي سواي يعني صادفونا. ثانك يو. طبعا أنا صراحة مت من الحر، دخلت هذا المحل وأخذت هذا الفستان وقررت ألبسه عندهم لأنه اليوم الجو حار وهذا الفستان كده بارد، فعشان كده هم يبيعوه لأنه الجو مرة حار. شوفوا وش لقيت عندهم، يبيعوا ملابس شيئين. شوفوا شيئين. صارنا تقريبا هنا 3 ساعات واتوقع انه حتى ربع السوق لسه ما خلصناه. ما شاء الله مرة مرة كبير. شوفوا المحل هذا، الوان الملابس اللي عندهم كيف باستيل تجنن مرة كيوت. الالوان مرة حلوة. شوفوا اخذت هذا الفستان حسيته مرة حلو، انا ولي نطقم، واخذت لها هذا مرة قماشه بارد وحلو، الوانه مرة حلوة كذا باستيل مخلوطة مع بعض. شوفوا المحل هذا كيف ملابسهم كلها منقشة كذا للبحر صيفية مرة حلوة. الله، شوفوا 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 كمية الثلج اللي فيه برد. لا تقولوا لي كوكونات ولا تقولوا لي مانجو، ما في زي كل الباردة خاصة في هذا الحر. شوفوا المحل هذا اللي لقيته يبيع اخطبوط صغير، شوفوا كيف شكله. Sitting here in this empty room, walls keep tumbling down. Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day. شوفوا لون الشنطة كيف فاقع، مستحيل ضيعوها مرة حلوة. شوفوا هناخذ لإيرين هذا الأرنوب الكيوت، شوفوا مرة حلوة. Cause I got my head in the clouds but I'm getting. شوفوا كيف يبردوا الأشياء هنا، يحطوها جوا الثلج وخلوا في شيء تحت تحركها عشان تتبرد بالثلج هذا. شوفوا الكريستال هذا كيف يجنن. Oh my god، احب هذه الاشياء. I'm head in the clouds but I'm getting really scared of life. I try to get. يا جماعه شوفوا الخلاخيل والاساور والحلقار. But I just end up looking like a showcase I have in myself to blame. دخلنا قسم المأكولات، شوفوا هذا السوق كله سوق مأكولات. لولي لولي هذا ما يشهي، تعالي هذا خنزير. على فكرة هذا الأكلة اللي ذوقتها هذا التحلاية التايلاندية الشهيرة اللي اسمها ستيكي رايس، تكون مع المانجو. شوف لقيت عندهم موز مقلي وهذا بطاطا حلوة مقلية. حط لي بطاطس وموز رح أذوقهم. الحين صرت ما أعرف وين الموز وين البطاطس. يلا هذا موز، خلينا نذوق الموز المقلي. أول مرة في حياتي رح أذوق الموز مقلي. والله حلو. Very yummy. وهذا البطاطس الحلوة المقلية. مرة طعمة. هذا سبرينج رول بالخضار. الله الفواكه مشهية. كمان عندهم حتى المانجو ياكلوها مع الفلفل. شوفوا حاطين هنا مانجو فلفل وهذا ما ادري ايش موز. لاحظت هنا في تايلاند يعشقوا الاكل المقلي مرة مرة، يحبوا يقلوا كل شيء. اوكي يا جماعة قررت الحين اسوي اظافري، طبعا مو انا لوحدي بس حتى ايرين معايا. هي صارت تسوي اظافر ومساج وحركات. ترى هذا اللون الفوشي وراح اسوي ميكس مع هذا، مع هذا اللي فيه جلتر. I'm in the spotlight, not until midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the. اوكي شوفوا خلصت رجولي كمان، سويت هذا اللون الجلتر مرة عجبني، وفي يديني حطيت كذا بينك
وشوفوا لولي كمان خلصت. اشوف يدك الثانية. واو. ويعني ثبت نفسي اخذت لعبة. كمان اشتريت لعبة. خلاص لولي ترى يمديك تحرك يدك عادي ترى. طول الوقت ماشي مسوي كذا مدري على بالها انه ما نشف. ترى نشف عادي خلاص. اتسوقت وسويت اظافري وسوينا مساج وظبطنا نفسنا. الحمد لله هنا في المول الجو بارد. صراحة السوق اللي تحت مرة حلو. ومتنوع وكبير بس المشكلة الجو فيه مرة حار. والمشكلة كمان انه في الليل يكون مقفل. ورجعت البيت يا جماعة. ما اقول لكم عن كمية التعب اللي انا حاسة فيها. وندمت صراحة لاني شفت ناس ماشيين بعربيات وحاطين جوتها هذه الاكياس. فقلت يا ريتني جبت عربية زي كذا عشان لما تسوقوا تاخذوا راحتكم وما تضطروا انكم تحملوا هذه الاكياس كلها. على العموم زي ما وعدتكم قلت خليني اوريكم الاشياء اللي جبتها على السريع. اول شيء جبت لإلين هذا الشبشب الكيوت للمسبح لانه الشبشب اللي عندها رميناه. اوكي هذا من اول محل دخلته. جبت لإلين هذا الفستان شيء كذا بارد وصيفي. وانا كمان جبت لي هذا الفستان. شوفوا كيف يجي كذا ماكسي طويل. اوكي يا جماعه كمان جبت مجموعه من الصوابين خليني اوريكم اياها. هذا الصابون الاول مره حلو وهذا الصابون الثاني شوفوا على شكل ورده. ويا جماعه في اوه هذا إلين اختارته شوفوا صدفه. وهذا لون الروب اسوي برينك عليها. تبي تسوي مقلب في الارنب؟ قال لك حتعطيها جزره هذه وعشان تفكر انها جزره. لولي هي حتشم ريحتها حتعرف انها صابون على طول. لا واخر صابونه جبتها على شكل فيل. طبعا هنا الفيل حتلاقوه بكل شيء بكل مكان. وكمان يا جماعه جبت هذه المكسرات. هذا عباره عن فول سوداني بالسمسم وما ادري في طبقه كذا مقرمشه مره حلوه ولذيذه. جبت هذا يا جماعه. هذا عباره عن مناديل تمسحوا فيها وجهكم اذا زيت. ففي بعض الناس وجههم مره يزيت من الحر وكذا. فهذا مناديل تمتص الزيت من الوجه تكون كذا شوفوا ورقيه. تمسحوا فيها كذا الانف تمسحوا الجبهه ذقن ويطلع الزيت شوفوا. او ماي جاد انا حتى بشرتي انا ما تعتبر دهنيه ابدا بس طلع زيت كمان من هنا. كمان جبت هذا التنت شوفوا كيف شكله كيوت. هذا يستخدم للشفايف والخدود. حطيت منه شويه ودمجته ومسحت الباقي. ما شاء الله مره بيجمنتد شوفوا. شوفوا اللون كيف بقى على يدي شايفين. بس مره حلو كذا ملمسهم ما تحس انكم حاطين شيء. كمان جبت معقم لليدين احطه في الشنطه كذا مره ينفع بصراحه في السفر. جيت عندهم هذا الكلينزر اللي هو غسول البشره مره صغير شايفين. حسيت حجمه مره حلو الحين للسفر وكذا فجبت منه. اوكي يا جماعه خليني اوريكم الاشياء الخشبيه الكيوت اللي جبتها. جبت لإلين هذا الصحن شوفوا كيف. عاد إلين تحب القطط تقدر تحطوا هنا زيبينج وهنا وهنا تحطوا مره حلو. وكمان جبنا لها ملاعق وشوك. واخر شيء جبت لي انا هذا الصحن عشان اخلط فيه الماسكات وكذا. مره حسيته حلو على فكره وزن الصحون مره خفيف. كمان جبت هذا الفستان اللي وريتكم اياه مره حبيت الوانه كيف كذا باستيل فاتحه تجنن. جبت لإلين هذا الفستان واكيد عشان اطقم مع إلين جبت لي انا كمان هذا الفستان شوفوا كيف. مرة حبيت حركة الأكمام الكبيرة. شوفوا أنا عبالي على زوجي كبير وكذا. تخيلوا جالي بالعاب هذه كلها أبغى أحطها في غرفتي. أنا ما أدري حتى مين هذول بس قال إنه هذا مات فعشان كذا يبي يخلد الذكرى وبيحطه في غرفته. وهذا البنت أغنية حقتك. اشترى بنت؟ ليش بابا اشترى بنت؟ لولي نكسرها؟ لا. المهم لقى هذا الانمي واشترى. صراحة هو يحب الانمي انا صراحة ما مو مرة على الانمي بس اذا انت تحبوا الانمي يا جماعة المول اللي رحتوا اللي سويت فيه اظافري عندهم دور كامل. تخيلوا محلات يبيعوا كل شيء انمي. المهم حبايب قلبي بكذا اكون وصلت معاكم لنهاية الفلوج. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معايا وعجبتكم جولة اليوم في السوق. انا مرة انبسطت صراحة الا الحر شوية خرب علي لانه كان الجو اليوم مرة حار. بس زي ما شايفين على فكرة المكياج لحد الان صامد نوعا ما. المهم قبل ما تنزلوا من هذا الفلوج لا تنسوا تشتركوا في القناة وخلونا نوصل مليون بأسرع وقت. كمان لا تنسوا تشتركوا في سنابي راح أحط لكم رمز سناب تحت في صندوق الوصف أول تعليق مثبت. أحبكم كثير وإن شاء الله أشوفكم على خير بفلوج تاني.